أبو مصعب. كعادته مصعب أمتعنا واستمتعنا بعزفه. أستاذ عدنان مطرون، شنو تقولنا على العزف وعلى هذه اللوحة الفنية اللي كانت من إنجاز ومن توقيع مصعب التهامي؟ نهضروا على مصعب هو الأولاني، الفنان الصغير اللي دهشنا واللي تابعنا معاه كاع هاد المراحل ديال البرايمات اللي دازو، وكل مرة كيجيبنا شي حاجة اللي كيبين فيها بأنه فنان متميز، عنده طاقة متميزة وعنده موهبة خاصة. أنا متأكد بأنه هادشي اللي عزف اليوم عاوتاني عزفتي يا إما قلبتي عليه في يوتيوب أو لو راك شي واحد يزاكور ولا شي حاجة، ياك مصعب ياك؟ نفس العملية، يعني بين بأنه كتخدم بالودن ديالك، والفنان اللي كيخدم بالودن ديالو راه هو فنان حقيقي. هذا ما كيعنيش بأننا غير خصنا نخليو القراية أكوتي، لأنه كيخص التكامل بيناتهم. ونهار اللي كتجمع القراية كيتجمع السولفيج التمكن التقني بالطريقة الكلاسيكية مع الودن، كيولي الفنان فنان متكامل من جميع النواحي. كان الإبداع، كان التقنية، كانت قوة الحضور، وكان الاشتغال على الدخلة والخرجة. اليوم عجبتينا بالطريقة كيفاش دخلتي، عجبتينا بالطريقة كيفاش حييتينا، وعجبتينا كيفاش ساليتي المورسو ديالك. هادشي كله مزيان مصعب، ما غنقول لك حتى شي حاجة من غير هادشي، سوى أنني معجب كثير بالموهبة اللي عطاك الله. تبارك الله عليك، عطاك الله الصحة ولدي. شكرا أستاذ عدنان، وأنا متفقة معك بالقراية كتسقل الموهبة. لالا سميرة، شفنا اليوم الأداء ديال مصعب، واليوم محافظ على الهدوء ديالو كيف العادة. بحال دائما شخصيته عنده واحد شخصية متميزة، يعني لا شفتي بالهدوء ديالو سكات ديالو ما كتعرفش بالضبط هذاك الشخصية شنو كتخزن في بالها ولا في ذاكرتها ولا، لكن دائما معاه الدهشة، دائما معاه المتعة، لأن هو جاء أولا من التراث، كيحفظ التراث، الاستخبارات تبارك الله كي كلها حفظها عنده في الراس، يعني واحد التراكم كبير. أنا الحاجة اللي كنطلب وكنقولها الله يحفظك يا ولدي، الله يحفظك، لأن فعلا عندك ذكاء ديالك خاص وعندك شخصيتك خاصة ملي كتجلس فوق داك البيانو. وش نقول لك يا ولدي؟ الله يرضي عليك. شكرا لك أستاذة سميرة. سيدي توفيق، واش يمكننا نتكلموا على ملء الفضاء رغم عدم تحرك، فقط روحيا وإحساسا؟ في طبيعة الحال سيدي عادل، فسيختكم مصعب ما كانش كيدير التحية في الأول، ما كانش كيديرها في الخير، ما كانش كيجلس وكيتسنى عاد كيبدأ، ما كانش كيدير داك السكوت ديال موزار كيف ما كان نصحوا بها الأخ عدنان. بالتالي فولا مصعب كي يعمر الفضاء أكثر من ذلك، فالحالة ديالو هو تيعزف هذه كفيلة أنها تعمر الفضاء، لأنه داك الشيء اللي كيخرج في التخيل وفي التصور من طرف هذا الدري اللي عنده 10 سنين فقط وكيوصل لهاد النتائج، فكبير أن ما نحتاجوش شي حاجة أخرى تزاد معه في الفضاء. أكثر من ذلك بغيت نصحك نصيحة واحدة ولدي، حافظ على ديك تيقولها ليسبري دو كومبا، يعني القتالية ما كتلاشيش، كتشتغل. كيوصلوني اخبارات انك كتشتغل ليل ونهار، وانك صانع كونسيفاتوار في لوطيل وكتبات خدام وكتطل خدام، فبرافو عليك، لاش با ولدي، اي بون كونتينياسيون. شكرا لك استاذ توفيق، شكرا لكم اعضاء لجنه تحكيم برنامجنا. وحنا مشاهدينا نمشيو مباشره لاخر موهبه حاضره معنا اليوم ودائما